Rabiatul. Hai, ismi Nasuha. Hai, ismi Hina. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nahnu min majmu'ah 11. واليوم سنقدم لكم ثلاث كتب من صحيح البخاري وهم كتاب أيمن والنذور وكتاب الهدوء وكتاب الفرائض. وبعد ذلك سنشرح لكم عن الإحصائيات والتحليل في بحثنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي ربيعة الأدوية بنتي جوهري. واليوم إن شاء الله سنقدم لكم عن كتاب أيمن والنذور. كتاب أيمن والنذور فيه 33 أبواب. طيب يا أصدقاء، كما ننظر في هنا، هذا كل كلمة التي كتبت من كتاب أيمن والنذور، وأنا ترجمته من لغة العربية إلى لغة الملايية باستخدام المعجم خليل، وهو مؤلف، هو أستاذي وهو دكتور حنا فضالة. شكرا جزيلا يا أستاذ على هذا المعجم، رائع جدا. هناك اللون الأصفر، صح؟ طيب، اللون الأصفر هنا بمعنى الكلمة الذي لم يوجد في المعجم خليل، وهناك بعض من الكلمة الذي صعبة أيضا ولم يوجد في المعجم خليل، وبحثي هذه الكلمة من معجم آخر، مثال معجم معاني والمعجم ريفيرسو. طيب، من هذا كل كلمة هناك ثلاثة أقسام الكلمة. أولا الفعل، الثاني الحرف، الثالث والاسم. طيب، في الفعل هناك 566 فعل، واسم هناك 207، وفي الآخر حرف هناك 147. طيب، كما ننظر في هنا، قسم الفعل هو عالي وثاني واسم، وفي الآخر هو الحرف. نحن نعرف أيضا حرف هجائية، صح؟ ألف با تا ثا جيم ها خا إلى الأخير. طيب، في هذا كتاب أيمن والنذور هناك كلمة التي يبدأ بالحرف ألف هو عالٍ جداً، الذي 503. ثم ولكن حرف زائد ضاد وطاء وأقل باستخدام في هذا. طيب، طبعاً بعد إكمال الباص هناك كثير الاستفادات، صح؟ ولكن سأتكلم عن أحد من الاستفادات وهو مفردات. المفردات مهم جدا، لأن بدون مفردات لم يمكن يتكلم باللغة العربية، ليس باللغة العربية فقط، باللغة الإنجليزية أيضا، باللغة الصينية، باللغة الملاوية، وكل لغة نوري المفردات. أريد أعطي المثال قبل إكمال هذا الباص. إذا أستاذي أو أستاذاتي ما يتكلم أمام الفصل، عرفت كثير المفردات وعرفت ما يتكلمهم بالجيد. قبل ذلك لا أعرف ما هو هلك، ما هو عريس، ما هو حلف، ما هو الأيمن، ولكن بعد إكمال هذا الباص عرفت بالجيد. هذا هو مهم جدا، لأن أحد من شروط يتكلم باللغة العربية وهو يجب علينا ليملك كثير المفردات. هذا هو استفادة جيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي نسوها بنت رملي. كلفنا الأستاذ في تحليل المعاني الكلمات في صحيح البخاري، وأختار كتاب الفرائض في صحيح البخاري. كما نعرف أن صحيح أن الكتاب كما المعروف، كتاب الفرائض ينقسم إلى 31 أبواب. أولا استخدام المعجم الخليل القديم، ومؤلفه هو أستاذي والدكتور حنا فضالة. الكلمات التي استخدمه في كتاب
kitabu al-fara'id yang kesemua ialah salasa hum al-asma' wal-af'al wal-hurufu. Awalan adadu al-asma'u huwa salasatu mi'ah wa tis'a wa ishrina. Wa amma adadu al-asma'u huwa mi'ataini wa wa amma aqallu istikdamuhu huwa al-hurufu huwa adaduhu mi'ataini wa sab'una. Wa ba'da ikmali hazal bahsu awjada al-kalimati allati yabda'u bil-alifi huwa aksar istikmaluhu fi kitab al-fara'id huwa mi'ataini wa tis'a wa ishrina al-kalimati. Wa amma al-hurufu at-ta'u la yujad fi kitab al-fara'id. والأخير كما المعروف أن المنهج في ترتيب الكلمات في بحسب النظام المعجم قصيرة جدا. وبعد إكمال هذا البحث سنعرف عن كيفية في ترتيب الكلمات بحسب النظام المعجم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي هدى وجئت من الصين. في اليوم يسلوني أو قدم لكم كتاب الحدود. في هذا البحث أستخدم معجم اللغة العربية والصينية واسمه معجم العربية الصينية. تأليفه بقسم اللغة العربية من اللغات الأجنبية بجامعة بكين. وموضوعي كتاب الحدود. الحدود يعني القانون والشريعة. ولكن في حدود الإسلام هناك فروع كثيرة، مثل السارق حين يسرق ولا يشرب الخمر وضرب في شارب الخمر. في حدود الإسلام هناك فروع كثيرة، مثل لا يشرب الخمر وضرب في شارب الخمر. ثم الكفارة والسارق حين يسرق. وبعد إكمال هذا البحث وجدت هناك الكلمات الكثيرة تبدأ بحرف ألف وعدده 30، ولكن هناك لا توجد أي كلمة تبدأ بحرف ظاء. وبالإضافة إلى ذلك هناك في هذا الباب يوجد 90 فعل و95 اسم، وكذلك يوجد 7 حروف. وبعد ذلك وجدت أنني استفدت منها كثيرا. الأول يمكنني أن أعرف الأصل والمعنى والنطق والمزيد للكلمات، والثاني يستطيع أن يطول قدرتنا في التعليم بنفسي، ثم هو يساعدنا في تطويل عادة من حل المشكلات مفردا. أخيرا في النهاية عن طريق معرفة القاموس هو يوسع دائرة العلمية ويزيد المعلومات كثيرا، خاصة في زيادة الكلمات الجديدة. شكرا، هذا كل مني. نكتفي بهذا اللقاء. شكرا على استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.